إذا كانت تنسى تعلم الدين ربي سبحانه وتعالى قرأت أن يتيقوا ده القديري كلام دي الباري كمخلوق أبورو سيسي بالله سبحانه وتعالى ثم بعد أسن صلاته نحرست نساء على المختار كدورة قباس أساتوتي كدورة قباس أساتوتي دوب شاقي وانا فلان ما قرأت إنه القديم إنه ركانا أقرت أسماء الله ما قال لنا بكيكا يعني ور متكلمين تيرا نقرتيكا ور أهل البدعة ور كاي أمو لكن وقد انكر ذلك كثير من السلف سلف وسالي إن كرتران تيسون من السلف والخلف علمي سنو ينتي تليسون عندو بيكا سيسون ابن حزمة الرقمتك الباري يجور نقرتيكا أبو رسي بالله سبحانه وتعالى اسمه من أسماء الله سبحانه وتعالى يجوني هو الله الخالق الباري المصور سبحانه ربك سبحانه وتعالى مقاربي دين كملك سبحانه وتعالى ثابت في القرآن ذو الباري يقول الخالق للمخلوقات كمخلوقات كان أبور الباري أبور سيسي بالله والمبدع للكائنات كائنات كان أغرتها أبور سيسي بالله والمجد لها بعد العدم يسيد لها نجير ربك بالله سبحانه وتعالى الباري يقول ثم بعد أذن صلاته نحرست نساء على المختار كدورة قبارة صلاته الله سبحانه وتعالى ثم صلاته نحرست نساء دوم صلاته ذنا أكرت إمام البخاري قال نفته تابعكم أبو علي الرياحي ورده ثم صلاته والصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملائكة الأعلى أبو علي الرياحي صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة سلقي ربي فارو ربي نفارسو نبيك نفارسو قباسا فارسو ملائكة برد وصلاة الملائكة اللي الدعاوي دعودي أخرجه البخاري ثم صلاة فارو نساء على المختار كدورة قباسا تاتوتي وجاء كسيون وكسر ريا كستات المختار محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه المجتبى المصطفى أكرم بن نيري مختار كدورة الله يستضيف من الملائكة رسله من الناس ربيني إن دورة قال ملائكات رسلوت أقوم سون كرنا مالي دورة وردورة كجر نبيين كين ويقول عز وعلا ويقول جل وعلا ربي مالي عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار نبيين كين دوب صلى الله عليه وسلم وين راكمتك خيرة الله خيرة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه ثم سأتوا على المختار وبعد إيتنا بعد هذا الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إيتنا هاك فرد سيرة الرسول سيرة نبي فرد سيرة نبرا نبي نبرا منظومة حال سين تاتي تادرا أم سيبي كدرا قبو قال سيبر كخبر تاتي أكس تادرا منظومة حال سين تادرا موجزة الفصول فصل كلا سيلة قبابسا موجزة الفصول فصل كلا سيلة قبابسا وانا دوب شاقيني وبعد بعد اسن ايغسوني ايغتنا هاك فرد الشاقين سيرة الرسول سيرة النبي فلان سيرة نغرتي غر لغاتي غرتي الطريقة حسنة كانت او سيرة فرق باني طريقة يودو غر نبي دي بسن صلى الله عليه وسلم يسيري سيرة وجدان فهي أزكى سيرة الاطلاق سيرة تهير ظاهرة تهير قرقل له قود هانتيو لا كان ولا يكون مثل هو دولا لين تاني تاكنا بعد أغرت تاوفولو تنجرة تغرت أدور ما وام بانا بسيرة نبوية بانا يتشوني ذكر أخبار نبوية إما سغرت أدور بيك إذا يموتات ما برسيزا منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى وبعد يقسم دوبا هاك فرد الشاق سيرة الرسول سيرة نبي فرد منظومة حالة سين تاتي تقابا يعنين تدرن موجزة الفصول تفصل كلا يسيل لك بابسا منظومة نظمير الوفنيني نظم يتشونه ما له وزن وقافي أذن وانا قرتي وزني قبا ايو هورسكي فلا توري يعني قرتي وزني قبا يتشون بيت كيوني ايش خال بيت كيوني كم من أخفام إلا أن روح مارن الأرجوزة المية الأرجوزة المية رجز باع الرجز وانا سير ركا يقبضو نظمين توني
البحر رجز إلى رقية قبض يوم مر وجه مستفعل يعني بيت كنتم مدى أقفهم مستفعل 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 ما لكم مدى أقفهم بيجدوك وترتيق به منظومة ما بحر رجز الأرجوز أتونا لرتيب بحر رجز إلى مدى أقفهم سورة قاية قبض مجدة الفصول تأغرتي فصل كيسي أغرتيك بابسن إلى الإيجاز اختصار وانا أغرتي أقول مني أكتو شروف كراكامو نثريف إقبيتا نظمي لاني أكغرتي سير نبيك حفداني براتاني نبيك صلى الله عليه وسلم مجدة الفصول إيجو واني شاروجي الشاقيني مشيرا بهذا إلى أنه رتب موضوعات السيرة أن فصل كيلا لوغو ربطة نغرتو كتابة ساتي فصل كذا فصل كذا نغرتو إيجو واني شارو موضوع اللي أغرتي سيرة ترتب أغرتي الشاقيني والتأنس أكغرتي سيرة أكسر رب وبوان بحسب أحداث السيرة أكغرتي سيرة دين سيرة سيرة ربوتي إيه فصل يا تلو فصل إسالة مو غرتين عدي زين كا دون أي نص على كلمة فصلين في أثناء الندمي سندم إذا فصل فصل ننتي أمو غرتي قلت أنسى كسين دوبا موجدة الفسود كسوم بانشاقين سيرة نبيك النبي صلى الله عليه وسلم مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل أرماش ياقي وين نتمي لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حاني أرماش ياقي وين نتمي مجرو رشين نبيك نصر الله عليه وسلم ولاديسة مولود صلى الله عليه وسلم مولود دل شيء ليس بذكرك سيدنا كسر نطيب وأنا تحرير أعرف دل شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قافي بالله وسيرة إيسا بالله وأنا أول ما يبدأ به من سيرة صلى الله عليه وسلم أرتيك بالله وأنا دل شيء سأذوب كلام قدام قسمين تقارت دل شيء قسمي أعرف سون كعبد وقسم غير ثابت لنا مولده دل شيء النساء في عاشر الفضيل جي فضيل يقب كيتاي كنالان إسا إسا كناني كنالان إسا في مولده للاشيد إسا في عاشر الفضيل في شهر وي في شهر عاشر الفضيل جي أغرتي فضيل يقبو كنالان إسا كيتاي تفضيل جي فضيل زايد أقب الفضيل في عاشر الفضيل خبيع الأول جي مولودة ربيع الأول جد مولودة جي سنين وثفيت عام الفيل قن مخابة فاتي كاقن ربانا كاقال ديني صوت الامتراء ردوبة تاني أبرهان اني قدول بكت اني قدول لكن ما المشهور والشاقين فلا غرتي مولودة قرأ رجل ندخو بلاشين نبيك نسل الله سلم مولوده أي النبي صلى الله عليه وسلم مولود النبي صلى الله عليه وسلم في عشر الفضيل جفا دي لقبو كنا نسا كيس كيب كيت كيت عشر الفضيل فضيلا من رب بانتنا اگر تاكن نصيحه انت سنه كتاب قرانك وانا كاس كدور انجر مش كلام في عشر الفضيل جوج يجو جكمر ربيع الاول جيم مولوده يوم ما مولوده داني اكا غرتي ام شيعة فغرتي صوفيا شيف وانا غرتي ولي اقول سين جيم مولوده كان مولود بالاساسيتو نبي كده بيتقدروا في صلى الله عليه وسلم نبي كده قدروا فله ولا قرآن كيف سنة كده قدروا يوم أسيس الأخير لو كان الخير ما سبقون عليه يوم أسيس الأخير كده ليس تنقول شيء دوبا نبي كده صلى الله عليه وسلم ونبي لا إله إلا قرتي ورشيعة فاضمين تراني شو دي وانا دي جده مجوس أكقول شو تقرتي مجوس كفارة والرمال خارج خوارج أقرتي دولة دعم بها سنتي سنة قابة قابة وأنا كان أقول لك أقسم مولود جدا مرة الإيران لما تدوبة أرتب بلادي عملة شيعة زين وأنا ما قرأت مولود بالأقس كابو جاك أنا ما قرأت من يجون مولود سنة في دين تي كنا دو كل كيس نجور أم قافو نادو كل نيروبيا قرأت بانتينا كنا قرأت قرأت شو قرأت آت حفر أمين أخلصون دو مرة نجيران مولوده للاشيد إنسان ننكي نلا دي في عاشر الفضيل جي فضيل يقابو كنا لساكي تي ربيع الأول جي مولودة في شهر الفضيل في عاشر في شهر وي جيكي سغرتي كالفضيل فضيل لقب
فليفضل يقول دائرة قرتك ولا ساكيس يجوني مالبان أي في اليوم العاشر وي ويا إن قرتك ولا من شهر ربيع الأول ربيع الأول يجيب مولودة عمل فيلي يعني في العمل قرتي قني بيكاني في العمل معروف بيعمل فيلي بيكان قصة معروفة جل قرتي تبوت قنسون أقرتاتي أبرهة الأشرم الأني قافص لفهم يمن ترى شوف ست حكم ورا ما حبش أحباش تذا تام وياها لفي توبة إلى أن تشوف إلى تشوف والتسي ونقول إني لفتاة دي قبضومتي دوبة كفارو قول إني يسي مسيحيين تي أشوف حكم تقافص إنان دوبة وان سيني وان نفيني دي وان نرقي عربتي بيكتا مكيات تانا تانا تكعبا شيئات حجي إنا وان نفيني دي أخالدي بيكتا ومتقودو كجرامتي كوتي كان يسوي دوتو كرمتي ياري عاصمة دي يمن تان صنعاء دوبة كان ورا كان قديبسة أنا بتيلي قبض إيري وما انقبض ورا بادية كا قرتي حولنا قتدي كوري إيه نان دوب إني جاري ناقص عن إيرتو أنا بتيلي نسيلي ويف عليك أبدي ورا جرو قفزو تكسير دوبة قرتي ألباي دوبة كيسة ألباي ألباي تان دي بدل زاد رامروك زاد رامات وايراني قلون سوا لاني يو كارا قرتي لا لاني نبي قرتي كوفا خب كوفا رابودي إيري نسي قدي نسي نبي بلا كتوشي عرب تكتوشي خليصان يو أنا مو بيت كسر يجي كابسيني ما لفت إيراني إذا إنك كم جهة تبغى كراك ولت خبر إذا إنك جاي ده إيه عندو ربي سبحانه وتعالى إنه لا ربي إنك جل وعلا وجاي إنك ديات كان كسر ديال تاني قافس لي لفا أكاكو نبيك إذا ترك أكاب لفا مكة ذا عبد المطلب عبد المطلب قال لي ساك أما فاني سمد يا دفوته دوب تكلف على رتاي قالوا مين هذا بيساي دوران نما كيما قبسيه نمز يارس نمز هذا خورتي ديرا ملاقا أمو إيجاد هم دوبين دوبتنا نابوذ رامتين نبرا قيمة قبضو وركعبار دوبي ما أجعبا دوبدوب تقيمة قبض كعبار أقرتي بيت كي رب خبي إيه نبي كم مسؤول قبا أنا مو أقرتي قال كي يرها بودا لين يا رس قالاتي قالوا ممكن هذا بيسي أرتي دوبا وركاني ديت حرام كي كسر ديت إني كان قصو شوي أنا دوب ربنا لا سبحانه وتعالى عمل فيه دوب نسون دوب وايراني إيش وركوني إني وثنيتي أسلمت عبودي مالي فكرت ربين ورا اسلامتي ابو كار ربين غوشي كدفي ورا موجه دينتي ورقاب كمسيحيتي وتوغرت كتابين قريب دله مالي فكرت ورا كانش يو كان ارنتي حكمه ربي تر مجيرا ارهاز اغرت هورداي يو كان نبي تر مقدم دول لي نبي تر مقدم صلى الله عليه وسلم دنتي غدو تغرت مقدم امورتي غدون ربين كان دوم سبحانه وتعالى يو كان نبي باسو فيراني نبي كان سون دلتنا نامل عمل فيلي قلنا قرتي أربعة كقالين أبراهام تأشر من أربعة قدول كعبات ولا دوب شاقيني لكن ما المشهور لكن قرتي أكبر مشهورة كبيكمي يعني نسخة لبي لكنها هوي إيه لكنها أمو أتاتودي المشهور كبيكمي ثاني عشره مولوك ولا ما إساق ولا ما كنلاث إيه مولوك كجرامتي ثاني عشر يسكر إلى ما في يوم الاثنين جواسين هذا طلوع فجر سلادي وجب لست بريد كان في يوم الاثنين كان الذي طلوع فجر وجب كرتنا في بريد ووافق تعرفت سوارسي وافقته ووافق العشرين ووافق العشرين سوارسي وافقته العشرين من نيسان إسيجي أبريل أن يكون دقدمة انت المؤرخين ورت عرفت كانت جي ام ابريل الى انت انا جي ابريل الى كان ميلادي كان اسا دقدما كان غرتي نبي صلاه صلاه دي غرتي غيا سنين صلاه دي سي كاجي يكون جي ما فوري كما ابريل الى كون دقدما وقبله طلاشين اسا درت اغن له درت حانا يو كان وقبله طلاشين اسا درت طلاشي سدرا حانا وان حاضر كغدوف حين ابيه جريدي ساب ابا سا غدوف حانا سنت غدبري وقبله طلاشي سدرتي حانا وان حاضر كغدوف حين ابيه جريدي ابا سا غدوف نبيك صلى الله عليه وسلم الى القصه المعروفه قال ان الذي عامل فيلي الم ترى كيف عربك باصحاب الفيل الم اجعلك يده في تدليل بكى سوره غرتي وباسا دوم شاقي ورده
فلان ما تنم لكن ما المشهور ثاني عشر نيري لكنها المشهور وكبيكم أنه عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول إشي جي مولوده كنه إلا ما كان الله النبي صلى الله عليه وسلم يو بيك يا قرتي ورا قرتي مؤرخين تي أكبر كيسا يا أنك سعيد مشهورة كان نبي كسون نبي جينا مولوده كنه إلا بارلك مولوده كنه إلا بارلك يا نبي كيسا قرتي مشهور نبي كان دوم شاقين وجاء إنما لكن هل مشهور نير كان واني شعره مشير إلى أن هناك خلافا بين أهل العلم أقدر يتوني في أي يوم من شهر ربيع الأول ولد صلى الله عليه وسلم قرطوك اتفاق وليق لا خبان نبي كان أجن نقول يا سنين الله فيه وليق لا خبان نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أما نقول يا سني وانت ولا خلافني خلافه أني نجرو أجمي قال قرتي ما بي أجمي يسون مولود قال تي وليق لا خبان جيب مولود ويا له سنين أما جيب مولود أجمي كان تولى خلافه نبي صلى الله عليه وسلم ونيت ولي غلا خباني جايو تول خلافه خبان غيا سنا مو تولي غلا خبان تريدي لي تولي تول خلافه خبان مال خرجو اغامي خر ها دوم شيخي وانا دي ها نبي دوم صلى الله عليه وسلم جيت والخلافه خبان عفوا المجمع عليه انه في ربيع الاول امو لكن تريدي نغامي غيام نبيكين الافي والدني أكم قديم كان أهل العلم والخلافت والدت والخلافت في أي يوم من شهر ربيع الأول ولد صلى الله عليه وسلم تبقى ولد ذاك يسمون جهابنا لثنين النبيين خلافا بين أهل العلم كل الناس يسأكلون إلى إيران يسأكلون إلى ما لا إيران شقوا إني شاري يسأكلون إلى ما قرتي إن مشهورة عند أهل العلم وإيراني نبيك صلى الله عليه وسلم في الثامن من شهر ربيع الأول جيب أولو ده إنسان سديدي لا تنادي إنسان سديدي تبي لي بينا نقدر نقول سلاسين واي هاي شيخ الألباني وانا ده كتاب إنسان صحيح السيرة يعني كتاب الشيخ الروباسين سيا دليل إن جرت أجن نقدر تقول إلا ما جريت ترك كمان دليل إن جرت ابن كثير قال تي واي نيمي بداية في نهاية كستي قال جوبكات والخلافة قال تو في شهر أقوال ذكر ابن كثير في الأصل أمور أكيني وعلقات شفتي سيف ولا جاك بدون أسانيد سنة إلا سنة بيبقى سنة كم قام تا هرة تذكر هذا قدوه يسون قوريان ميزانيسي يو أغرتي ميزان علم المصطلح والحديث دي بساني تفتا أغرتي معلقة شكل البانين تقول لنا أغرتي سنتك سي فلان جاي قبل سوى أنقب تقول سنتك سي فلان جاي أمور أمر ملي إلا قول من قال إنه في الثامن من ربيع الأول جم ولودا كاس الديدي لالثين نبي نمد الملي ورسون شلال دليل كخبر الشاقين سو سنتك سا حريدسك قب أكسوني ما أمالي تقوري سنتك أغرتي صحيحتين محمد بن جبير المودع تابعي جليلة يقول شاكين كان رجع من البانين أجي قرتي جي مولودة سديدي سديدي نبي جن ألف صلى الله عليه وسلم إلا إن سلرك كان كرات قوم من أم شاكين أما جمهور دي مالت سقولي لا مايت والله أعلم أما راح يقول مقتومي الشيخ صفي الرحمن مبارك فور وين نادي قو يا سقريت في يوم التاسر شاكين دوب وتوك ما ما دام أول ميت والخلافتي قو يا سوني أجمي وانا مو قرر حونك شريعة kay tijira ka amnu raagartay aljiraan jirti wiye koray to koota gudayla ma taanan kulan taanan shaqal taanan sadi taanan injirti wa hada al ikhtilaf fi ta'dil al yawm alladhi wulida fi sallallahu alayhi wa sallam fi min shahr rabi al awwal min al adillah allati dhakara ahlul ilmi anna mawluduhu sallallahu alayhi wa sallam la yatarattabu alayhi hukmun shar'iyyun wa annahu hukmun shar'iyyun ka rarattiba ma karaka an jirtu kana min ragufa ka yukanna ma darama ma la yusla agarta hukmun shar'iyyun rakibame agarta atin shar'iyyun aw amalun هو عمل مشروع ما يناني قياسوني أجانا فأجانا جي سلعتي خلافين بويرة تنافذوا به نبي قياسونا ليه تمت أنا لقوم أنا قرت عدي فتي نبي كان صلى الله عليه وسلم فلا دليل واضح فلا دليل دليل ودليل واضح للشاكل عنده دليل واضح عنجر عمل فيها منابرا نبي كان دوب صلى الله عليه وسلم قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم
وانا دي ابن إسحاق قرتي من طريق الحاكم غيري قيس ابن مخرمة الصحابي كان عن قيس ابن مخرمة رضي الله عنه وانا دي قال وانا ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فيلي فنحن لدي تاني ناف نبي الله محمد قلنا عمل فيلي لسوني سنو لاني قلنا سنو لاني قلنا سنو لاني دوبا فنحن لدي تاني نو أريا إلم أريا نولمان أنا في نبيل أريا وحسنه الألباني العلامة الألباني في صحيح السيرة سلسلة صحيح على الشاقين كم سديه في ربطكو في شانتمي لمرتل على الشاقين رحمة الله تعالى عليه دوب نبيك صلى الله عليه وسلم حالات دين ساكن وان أبلمي دلاشين إنسان تاريخ ديني ووافق وارسو وافقه تقجلت العشرين من نيسانا إسان قرتي جيام أبريل لن كنوني إني ديكدما وقبله أقلب بكين ألفين دولتي حان وان حضري كان حضري كغنوفي حين أبيه قريد أباسا قلوف كيف مانا وقبله حين أبيه حانا قريد إسا قريد أباسا يجول نبي الله محمد أباسا دولتي وطولين لذين دولت نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا نبي قتل غلاء ما أجد وياسين دلة نبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خدات الأنصاري أبي خدات الأنصاري أنا أبي خدات الأنصاري حديث إمام مسلم قباسي نبي رب وارد صلى الله عليه وسلم نبي رب يسوع أنسوا أراني عن يوم الاثنين وياسين النبي قافتن بس يقول يا نسيناكم ميرا نشك أن النبي قافتن قال رسول الله ذاك يوم ولدت فيه وياسون قيانا دلن كان دلن ويوم بعث قيامنا لقباسا كان نبقي لدوشان وانزل علي القرآن فيه وانزل علي فيه ويا قرتي القرآن كوحي لقبوسا نبينك صلى الله عليه وسلم ويدون نبينك نلك ويامل القرآن كتقبوسا قافوا مالا إنه جرابا إلى مكة أمرك كي قرتي إنه مدينة النبي نبينك صلى الله عليه وسلم ويا إنه مدينة داقبال السنوم نبينك ويا لقرتي إنه أفسطين لين قيومسون سنينو نبينك صلى الله عليه وسلم شاكن دو قرتي عدي سيكارا ووافق العشرين وانا جعبا خرب جرا نبي صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ووافق العشرين من نيسان هذا نيسان يقول إبريل جلام جبال إبريل لان كان وهو أشهر الرابع من شهور أسرة الشمسية أجا قرتي جيام يعني قمري حسابا نامتوني حسابا ما قرتي أم أدو حسابا كان كم ميلادي كان شرح بيك تشرح كان سهيل قرتي ابن إسحاق قرتي كتابة شيرة ابن هشام أروض الأنف وانا أهل الحسابة وانا سيئتو يتشون الله شيسا وانا سيوا وافقتي نيسان جيام أبريل لان كان نبي صلى الله عليه وسلم تعرف شاقي وانا وافق العشرين من نيسان يسي جيقدما جيام أبريل جيقدما كان على نبي صلى الله عليه وسلم دوب أطول نبيين كان إنين أقرتي الدجاجة دين بيني كان أقرتي أباني ساتة الأبات النبي صلى الله عليه وسلم أطول نلاثين يو حين أبيه حانان مرتو يتشون أجل والدي حضروي وانا حاضر أجشي أباسا قدوف فتوفي والده صلى الله عليه وسلم وهو حمله في بدن أمه على صحيح دوب نبي كجرا إسي نبي أموك صحيح إسي نبي قال على جرو أبان التنابات حين وجدنا نغرتي مالبنان بفتح الهاي الهلاكوي على العلم واسي وطول خلافتي تغاري وانا سيئتو إسي نبي قفص على جرمو مو بعض نبي قلاتي نغرتي أكس صحيح أمو أبان وطوغرتي إني نبي قال على جرو تنابات تنقو دار على نسو قارسين ديم قرد ديم رجو ديدي خب وهذا أبلغ درجات تلتو ميرين ما لناني درجالي بيك تا يوما تا يتيم لمدي ولنو قدو اغا غرتي ابان المخرادو اوتو البان غرتي غراجرتو قدو بالماء كون قباتي سي ابان قم نبيك يندوب صلى الله عليه وسلم يوما إسا اغني يتيما قرآن كتويم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ربي سبحانه وتعالى وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة أنا ما تمشيخ ما نتمو نبيك صلى الله عليه وسلم إلى أن يجينا من ألفه أوسام قدوسا كان مجرى كذلك كان مشاق نتم وبعد عامين يتوني بعد أن أكمل عامين من مولوده صلى الله عليه وسلم وبعد عامين بعد أن نقلم كامل فتي غدا انتهي نبيكيني فطيما كمجرى كذلك غدا أصبح صار من أخواتي كان ثاني
نبيك صلى الله عليه وسلم جاءت قدين نفت به إسا مرضعه تأوسف تتان قدين نفت جاءت قدين نفت به إسا مرضعه تأوسف أردت إن قد نفتم أردتها ما كجرت سليما حال نتهي كفياء كأفمات قبل نبيك صلى الله عليه وسلم سفياء كرايقا عذرك إرى جاءت قدين نفت به إسا مرضعه تأوسف سليما سفياء حال نتهي كفياء حليمة حليمان قدين دفت إنتين قدفت لأمه أرزتين قدفت حليمة بنت أبي ذؤيب بناني السعدية تنبي يوسف صلى الله عليه وسلم قدين دفت لأمه أرزتين قدفت وعادت عند بيتيني حليماني به نبي عند بيتين لأهلها ورثتين عند بيت كما أرادت أخرسين فيتو أكسر قد ilaan ahadiin wara duraani baada in galam siga ode in galo baafati ka in muuch at muuch ragu tokoti na libeta am balan kana u fitana duften na wal duba kana male urbana jaraa amalo furan debit wa baada amain ay baada nakmala way amain baada nabiga sallallahu alayhi wa sallam inni galam kamil fati ka in la bajira إلى مدة ترضى على النبي مدة المرؤوسة المرؤوسة جاءت قدين نفت به إسام مرضعه توسف تتان سليما نساء في مرقب حليمة حليمان لأمه أرزتين قد نفت قال لي لما أنكم كوم موسان كون وجام فضيئة من إذن كان أقرب بنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامل لمن أراد أن يتم الرضاعة آت ورالتي أولي نوصفت ربي للمانسي قال لهم كامل نعم أغرتي أوسي كامل القرآن كنين أغرتي أغرتي أثن دوك دخان كذو ورادو لاني إجول له جاسين رالتي باجا جيسا أكسي أغرتي قرروة ناف أغرتي وبا وان أم عذركي با ديراكا إلا ديرفو لا نغس والتروفتو إذا باجا جيسا لغة اللي أمالي أغرتي قبرت البان كنين دوم نبيك صلى الله عليه وسلم أغرتي أشي كيسن ترى ما اللي وارني ندين أغرتي أم دراتوني زايد في يدك تامو بعدياتهم سكالين سيا لطول سبلو يصير أفعاشي ده سيا سيا سبلو تبا ندين أتا أنا ما ندين دراتنا ندين بعدياتهم سوتر دان سايدن تناو أربتي لمان سيا لمان تناين وشوف لما إلى ويا غران قبدي سين هودي جوي في أغرتي ونو كتوفتي جوي بعدياتهم سوتر دان سا المال اللي أغرتي لفيرن جبات يا كسا عف ما ديسي الحمد لله يو لغة لك صبرت إلى لغة ورد راهم ولد الدراقة بدي بيتها لغة سامتي ومتغسي ولد قدوف دوب نبيك صلى الله عليه وسلم حليمة لأمي تين قدروف حليمة حليمة السعدية حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضع النبي صلى الله عليه وسلم ناس لام تموز ناس لام نتو نتو القلافة وعادت إن دبيتيني حليمان به نبيك إلى أهلي ورستين دبيت كما أراد أكسين فيت كان وايراني تشاهدوا كل جرفلان إن نتدير أن نرهن كل مكتوم يقرا نتدير مكة قدودية دوبا قرتي زايد قرتي إمام بربادية أو سي مالو سيفت بربادية دوبا إيجي نقرتي أثين نشوف قرتي نبيكي تكراني شوفت قرتي نبيكي ددي أقرتي أثين قدي جافورت قدي أنفورت دوبا كسار إرتوسون تقرتي قرحي كل مكتوم قدروري أمو لكن قرسنا دهانتي كسار سمار رنجلان بعيف قرسنا دهانتي دي فلما فرباني دوبا أقسم الإسلام تفي وقد اختلف في إسلامها وإسلام زوجها أبا ورسيتي في سيلة يرسي ورا لما أقسم الإسلام تفكاري طول خلافة للشيخين زادوا المعضلة اللي قرتين من القيم كتاب كتاب زايد كتاب زايد قيمة قبو كل السيرة كتاب كتاب زايد قيمة قبو جزء توكو تتم سدال للشيخين سبل الهدي لا لا يور رشاد جزء توكو لبفوري في جاتم إيشان قالتين قلوب سقرتي عاتنا مني كنا جوس سقرتي ما كجرتي وعلى جندي وجاني بهنا بقي لي أهل ورسيتين دبيت ما لنا وايراني لأنه أعجبها كثيرا زي أعجب ترى النبي لقى الناس يجوا ورأت من البركة والخير في وجوده صلى الله عليه وسلم شيئا عجبا أقرت هذه لم تألفوا أجن بقين ورسيني نبيين يتشاسيني ورا يتشاسون إن أعجب ترى بركة خيرك لقينا بقين قلوف نعمة قدون ورا نعمة قدون كل مرة أعجب ترى قري وأنت كقرت لم وأن أرنت لم يورني بيك خيرك ولم تعهدوا في من أرضعتهم
من السقاط يقول لي سيروا سيفتكاني على ما سين دولة تنرقيني على مكانها نبيك تقارتنا صلى الله عليه وسلم وجدوا أردتين قدوا فتكانا قرأت يبوني فيتي بيتا قلبي غبتي وجدت أنا بيتا أرخان عسيفت أرسا أقدو خوة قرأت يدوبا التدوبا ملي أقرسي التدوبا سيكو فران ديبيت ما يناني بلنكين قرر قرر دجور ورر بعد قال لما كسين دفتون جابوا يندسا قربان كون وايد النبي قال دوبا كشركاني أكان ساقرت إلى ربي برباري رباه ربو ربي برباري زيد أكان ساقرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قربان كون دوبا ركوب أكرت عدول كله دير أكان كم 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 وان كان عند يعني فرن دير قربان كان مش الله متي إن فقنا عطا إن على سيف ترى أنت رجع أبيك كشين دير بدو معه ولين فقتنا عط أمه شفقة عليه أزيد عليه تقنع دوب فعلت به ويا حليمة معه فرن دير بدو قراكش فيتي متي شيخ لال أسير النبوي لابن هشام لال جزا الله لباف ترباتمي ترباف لباف ترباتمي السقل بكار تلال الشاقين رفع يديه فتا كما رضا كسيفة كان ما يناني أن هذا الشيء كانت تريده أصالة عندما جاءت به إلى أمي وجاء قد نفس خلاخ أفران دي بوفيت فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه ولا شاقيني فبعد شهرين أربع ونوتي موجرو أرنتي العدد يبوتي حديثة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي لاني مروا لما صدنا بوتي لان أقرأ قرتي مروا لما سين بوتي نتول نتولي قلن اتفق في أنه مروا لما تصاصا النبي أبدي ساقا النبي صلى الله عليه وسلم يتوني أرنتي يوم بوتي بعد قرتي أما حليمة سعدان وفران دي بوتي isi jile mer rajani kambut kasir makke sajin debit furan sin debit waydani yoti arante sunani waqila inna dhalika kana ba'da an atamma arba' sanawatin min umri egin nigan afurno bafate arante mubuzaydan yoti isumam jile mer rajani buzaydan walad du shaqini fa ba'da shahrayni ba'da jile ma egam misin furan debit jile mer rajani suni وسوني حصل وانا حصلت فبعد شهرين وانا حصلت انشقاق بطنه اقب اساسا اساسا النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت قلت ابوي وقيل وايداني انا سوار سين بوتي بعد اربع من سنه بعد قال النساء غرتي افور بعد قال نفوري بعد اربع من سنه بعد قال النساء افور رجل كافرتي نو بافت سون بوتي لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم أربع سنوات من عمره صلى الله عليه وسلم بعد أن أفر نوبة فات وقيل وإلا بعد أربع بعد أفر من سنة نساء أغرت أفر رجل بعد أن أفر جن نوبة فات لا إلا بعد أن أتم أربع سنوات من عمره صلى الله عليه وسلم نبي قدوب صلى الله عليه وسلم قمي صحابان كميت كيتي وانس نبي نزيلتي ما نفس تهران نوتي أخبرنا عن نفسي كدر ما أفر نوتي ديس ما نفس تهران نوتي من أحمد وانك اتمالي قر ما يفرد التيم فرد اخبرنا عن نفسك ايه النبي قال العبد انا قري وسنا برت في ثاني انا دعوه ابي ابراهيم ابراهيم انا اي باباك يا ابراهيم النبي لا ابراهيم وبشرى اخي عيسى نبي لا عيسى وبلوك عيسى بشاره سائر كاين بشاره مال سوره الصف كما مال واذا قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بشارة نبي الله عيسى لني أعطيه نقرتي نقرتي قافسي نقرتي قرأ رقم دكاني أجيب سي نقرتي قبات إسي كيسا كذوب نقرتي سرتي لي شامي ثالة نقرتي ولي نبسط وانا دوب العمديني إلا لفتسهم دوب نقرتي لفهم إسلامي سينتان نوصل وصول ردعته في بني سعد كسر ابن بكر نبي كان دوان صلى الله عليه وسلم إسيقوا ياو يان كمتك يعنيني فبين أنا مع أخين لي خلف بيوتنا من ذلك نيجي إساني جول لبيتا أما تقرأت نرعى بهما لنا نمولا دكسون أشتش يفنو كاكرا كان إذا تاني رجلان عليهما بثياب بيدون نمرا منا قدو فرقا ويا أدادي أغرتيا قبض فرة ما لي قدو بيطاستين ديستين قدو إيه لي من ذهب من ذهبا ممروعة ثلجة انتها أغرتي بسان قبراو قوتا ثلج برف ده قبض دون نشيف شفت النبيين فأخذاني فشق بطني دوب كران رساسي النبيين كين أبط كان واستخرج قلبي قلبي جدا قبافته النبي يمكن قلبي جدا قبافته مغير كان كيت فشقا وملم انت رصصم فاستخرج منه قبافته النبي رمال قبافته علاقه سوداء لا بيغراتي بيت فلان النبي كان حقدي
وتنتي بلي انا غيرت كي نمتي تكان نبي الله هذا كف جرام نار ابره شبن سوداء فضرها كي ضربت النبي ثم غسل قلبي قلبي دوم نقت النبي ويا وقت غبد ني غراكي بذلك ثلج بشان كاني حتى ان قياه وكسن سافيت جدد اكثر رسولك صلى الله عليه وسلم حديثكني ثم قال دو رسولك ثم قال احدهم لصاحبي وري لماني ابروشن من اخسكاني نبي ابروشن من اخسك غرتاتين الله اكبر جراحة عملية لني زنه بعشرة من أمتي ما نمكن أكون متصاحين قلت ميزان فوزني ميزان بهم ورقاني قلت ميزان فوزنتم أنا تكرت الفاتح النبي ثم قال زنه بمئة من أمتي فوزنني بهم لب قلت متصاحين قلت ميزان فوزنتهم فوزنتهم أنا تكرت أملي فوزنني بهم قلت ميزان فوزنتهم أنا دوبا إردبر النبي أدر الفاتح ثم قال زنه بألف من أمتي فوزنني بهم فوزنته كم قرأت متصات ما والشلاكا ميزان أنت قرأت دبر النبي فقال والد دوبا كان والد دعو أنك يا لبي فوالله ربي كان لو وزنته فرع لبي لك قربان لك فرع لك أدوة ميزان تي بأمتي متصات شو قرأت والتي ميزان تي لو وزن عزت الرفاة ميزاني سا قال ابن كثير وإسناده قوي جيد للشاقين أمو لكن بداية في نهاية سألوا فان الشاقين وصحوا الألباني في صحيح السيرة صفا قلني تربة انظر صحيح السيرة كما أفريد بشاني فيه أفرطة بشان لالي بكا قرتي كما أفريد بشاني أفرطة بيجا الله أكبر دوبا حديث قرتي وامر خاتبا صحيح مسلم حديث قرتي أنس بن مالك نبي ربي صلى الله عليه وسلم إيه إيسا جولي وليت أمثان تقرتي دوبا جبريل تلقى دوفي نبي صلى الله عليه وسلم دوبا لفانا داين فسرعوا إيه قوم ريفو كان اندو تكا وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء من نبي صلى الله عليه وسلم نبي ما يعني وبعد ست ما بعنا وبعد ست يعني بعد ست سنوات من مولده عليه الصلاة والسلام وبعد ست بعد أغرتي قنجة على شيء سرجني مع شهر مضافا وي إيش أغرتي ده بس مع شهر جدا إيه جي أول تخبرني سوري إيه مضافا إليها وي جاي وانا دوفي وفاة أمه غير ذلك أليس قدوف دوارا قدوف على الأبواء قبات فلا قرتي أبواء أتي دوتي أتي نبي صلى الله عليه وسلم شيخ وانوتي مجرو وبعد ست أي بعد ست سنوات بمولوده صلى الله عليه وسلم بعد نبي صلى الله عليه وسلم أقن على في قرن جهة رجل قرن جهة في أي مع شهر مضافة إليها وي إيشي قرتي جيبر جو كان دو بغرتي آتي دبرتي آتي ديمتين آتي غرتي دو فجو آتي آتي سان ديمتين نبي صلى الله عليه وسلم غرا غرتي إلى أقوالي غرا أبو غوثي سا ببر النجار في مدينة غرتي في المدينة اللي زيارة تيمين زيارة زيارة آتي أبا نبي لين ستا والا خبرا مدين يو خرام نبي سا ديمتين سمكة ديمتين وفي طريق العمرة من المدينة إلى مكة توفيت بالأبواء إسياما قديبت كام زيارته فور قديبت مدينة قديبت أما إسياما قديمتو كان فلا أبوار أنا مات أفصل النبي كان عادسة صلى الله عليه وسلم إيه ابن عصا وين نيمه إيه قرتي أم قديب يعني إيه أم نبيكي حليمة سعديان قديبت كام نبيكي قرتي إلى أمه آمنة بعد رضاعه من حليمة بعد إن قدر كام قديبت يعني كان دوب رسولك أن دوب قرتي عادسة برجي نبيكتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهاب يو أغرتك هكوسة وجدي عبد المطلب ابن عبد ابن هاشم دوبا في قراءة الله إلى وحفظي ما أمور ربي تفقرت الأورسا كان قدس كان كجر يومته الله ونبات حسن زائد أغرتك أكمل قدس كجر ربي يوكر إلا يعني ربي إنك إلا يعني لما يريد به من كرامتي شرفه فلا نبي تكسو جراني نبي كي ربي دوب قرن جغيين ناني وجام قرن جغيين كان أغرتك آتم دو طبلم توفيت أمه آمنة بنت وهاب أكشن دوت كلام نتوم جدوب شاقين. النبي صلى الله عليه وسلم عادسة أبوه فلان أنت دو أبوه أنتو نعمة أبوه بين مكة والمدينة له. يو كلام أبو غوث جاراني إلى النبي كان أبو غوث إيش؟ أبو غوث موجود لان كون أبو غوث كونه ني. أبو غوث كرتة كاكوا كاكوا إيش؟ عبد المطلب. وردوا بكرتة كاكوا أنك تبغى تسيلة أبو غوث وقت. إيه.
نبي قدوب صلى الله عليه وسلم وبعد ستين بعدها قرتين قلني جها مع شهر جيوا ولينجر جاء يوان قدوف وفاة أمه قريدة عرسا قدوف على البواي أرتي دوتي نبي قدوب صلى الله عليه وسلم آتيسا وين رأيه نبي قدوب ربي تقرتين زيارة لن قبري عرسا نبي قدوب نام وني إلاني وني چنا سالة شفتي بوت نبي قدوب ربي دو ما بوت داني إذن كافة ربي كي أكا قرتين عرسي نبي داف نانا ذمن نبي قدوب صلى الله عليه وسلم دي بيه نانا ذمن نبي كان صلى الله عليه وسلم وانا ربنا واشت اذنته في ان ازور قبر ان قبر زيارة فادي لي رايد من فزور القبور قبور زيارة فانها تذكر الموتى غريده قرتنا محسوسه امام مسلم تقباس دبس قال لي تربات ميجا وين املمي وان عمر مبر الشيخ انه قديمه بعد غني جهه اغرت اتي صدوت ابان ساو سغراجو وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب إلا أن كنا نسوك نفرو ترو أركانا وجده أكاكون سأل للأبي كأبا عبد المطلب يجو الذي قام بكفالته كفالنا بقيت في قدسة يجد بعد وفاة والدي يجي أبان سادوي وقام على رعايته لني ولي أغرتي المسار جلاتنا المسكر الله وفضله على أولادنا وأبناء البنسة وجلسه في وجام قبشي شيخان شلاجي يفتو إنه أفرق التسس زائدة قرتنا بقيلا لنا إلى جعباته إن الليني بعد ثمان مات وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات بعد يجوري بعد ثمان سنوات من مولوده عليه الصلاة والسلام بعد رجل نبيك قرنسة رجاني كان قرتك قرنسة مات دوي أرو وبعد وفاة أمي بسنتين إسيام قرتي إيجاسو تقلنا مجاني راجنا قرتي دويا قرتا يارسلين من غير كذب الأرامي ترشاقي رانتسون من غير كذب يجوني أن هذا أمر متقرر وأردت أن تجرت ومعروف تبيكا وثابت في كتب السيرة نبيك يندوب صلى الله عليه وسلم من سوائده فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سنين هلك جده وجين قرسة ديدقا يا قرتي عبد المطلب ابن هاشم إن شاء الله ورمات ورّا نبيك صلى الله عليه وسلم سيرة سائلة ريفوين برشو فجران يا ربي يا كتاب كيد منه دبي كان دوبان تان دوبا قرتي قولا وجاسونا كان سافهم فجران وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب رشاق وجد وكاكوسا عبد المطلب ها وجد وكاكوسا للأبي كابا أبا بابا ناني وجده أكاكوسا للأبي كابا عبد المطلب قربان عبد المطلب إلى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثمان بعد جنس الدين النبي ينجرو ما تدوي من غير كذبين سرت سنتين أرنتين عشان دوار شق واجراتي من غير كذب أن هذا أمر متقرر ومعروف وثابت في كتب السيرة والله سبحانه وتعالى سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.